احمد، انت انسان ناشط، لكن طبعا في حاجات كده قاعد تقولها والكلام ده ما صح منك. يعني احنا زي شنو؟ انا من زي شنو؟ ابناء الجنينة، زي انا شنو؟ من ابناء ما صح. الجنينة. ما خلينا جنينة ولا بطيخ. زي شنو بس الكعبة؟ زي شنو والسمها؟ زي شنو؟ والله يا اخي عندك الفاظ، يعني الفاظ ما حميدة ما وينك سامحة. وضيها؟ يعني انا اعطيتك الشانس، اعطيتك فرصة كاملة وما بطلع. ها وينها؟ زي وينها؟ والله انت زول عنصري اصلا. وين العنصرية؟ وين؟ والله العنصرية عندك، الفاظك الفاظ يعني ما سامحة، يعني بجد بتفتن. وين اوضحها هي؟ معناتها العنصرية شنو هي؟ واحدة واحدة، شنو انت يعني العنصرية خطاباتك شنو هي؟ كلها، خطاباتك كلها خطابات وين؟ قبلية طيب وخطابات جيب لي عنصرية واحدة منها، وخطابات جيب لي مسلمة. واحدة منها. وين؟ جيب واحدة منها. هلا اصل التحريضات اللي قاعد تعملها دي انت وين؟ شايفها سامحة لك؟ شنو؟ ما تقولها انت يا اخي. والله يا جماعة او كده ما تراوخ، قول عديل المنبر معاك وما بطلعك. قول انت قلت كده كده، ده ما صح. والله أنا كلمة تفضل. الجنجويد دي بالنسبة أنت يعني قاصد بها يعني عرق معين، صح؟ طيب انا وضحتها، نوضح لك تاني. قاصد بقى منو؟ نعم نوضح لك تاني. انا أيوه قاصد بقى منو؟ الله نعم يرضى عليك. انا كررت 700 الف مره وتاني بكرر لك، اقطع المحله دي، شيلها، حطها معاك في جيبك عشان يوم تتذكرني بقى. الجنجويد تمام. اصلا، اسمع الكلام ده، اصلا هم العرب. طيب منو العرب؟ عربنا ان احنا قاعدين في دارفور. طيب كم في المية نعم منهم جنجويد؟ هم كلهم جنجويد؟ لا. كم في المية؟ 20%. ومن قبائلنا في جنجويد ولا ما في؟ في. كم في المية؟ 20. و60% ديل جم من البرة، القبائل البرة المشتركة، من تشات، من مالي، من سنغال. تم 100%. 80% من قبائلنا نحن ما جنجويد، و80% من قبائلك انت ما جنجويد. انت المطلوب منك تجي تقول كلمة الحق، تقول والله يا اخي صحيح. وطبعا ما حاجه واقع، لحظه لحظه، كلمة حاجه الجمهور، واقعيه. ما بديك كلمة الجاز الجمهور نكمل كيف لك عبارة عن الفكره سلوك؟ يا اخي. ما خلاص خلي ما انت الفلسفه، قاعد نكمل لك تتكلم. الفكره، ما نكمل لك نعم الفكره، نديك الجاز. نعم بس اخر نقطه ثانيه بديك الجاز. الشغله دي مكه، دي ارفوها مكه لان يا هديك قاعده بيض الله، صح؟ حاجه يا هديك، الجمل ده بيعرفوه جمل، يا ده كبير الجبل ده بيعرفوه جبل، ده كبير اللي جبل مره، ذاك ظاهر ذاك جبل. حبيبنا من نعم الفاشر ليه الجنينة ليه نيالة ليه وين الجنجويد أصلا في الشارع وقطعين الطرق هم العرب، ومن قبائلنا برضو اشتركوا. والقبائل الوافدة جات، قبائل العربية رفضت تتكلم، ما بتقول انت حسي قدامك انا بطالبك يمتي جنجويد رباطي، موسى هلال جنجويد رباطي، ده معناته كل الرزيقات جنجويد؟ لا، لكن الرزيقات الباقي شرفاء وين؟ المفروض يتكلم يقولوا كلمة الحق. ده الموضوع، كلامي هنا غلط ولا صح؟ يلا داير اقول لك الجنجويت هي عبارة عن سلوك، صح؟ خلي الفلسفة، العرب في جنجويد ولا ما في؟ طيب اخلي العرب القبائل الثانية واحد واحد. لا يعني من قبائلنا. اخلي طيب عشان العرب ده بتاكل معاك دقيقة جنبك، الاجرام ده اسمع، زي العرب ده بتاكل معاك جنبك. الاجرام من ده زي قبائلنا، حتى قاعد من قبائلنا في جنجويد ولا ما في؟ الاجرام ده سواء كان في كل يا القبائل، اخي صح؟ خلينا من الفلسفة، خلينا من الفلسفة. قبائلنا لا في ما جنجويد ولا يقدر. ما بس في؟ انا اقول لك يا اخي الكلام، انا اقول لك كلام حقيقي، تمام؟ انت ما خلينا. بتاخده انا ما... بكل انت ما... انت انسان ما... انت بكل شوف ليه عرب بكره لو بكل قعدت هنا، ليه بكره ما تاخذيني؟ من قبائلنا نحن في جنجويد ولا ما في؟ في الله يرضى عليك. شفت لما جبت على قبائلنا طوالي قلت لي فيها، ومن القبائل العربيه في ولا ما في؟ ما انا داير اعرف انت قبيلتك شنو. ايوه شفت لما جبت على القبائل العربيه فرفرت مالك. من القبائل العربيه، من قبائلنا في ولا ما في؟ انت قبيلتك شنو؟ والله يا احمد يا انا اخي اهل خليني. المثاليد اللي عارفهم في الجنينه ما يجي. انا عربي، انا من عربي. احنا من اهل المثاليد اللي عايشين معاهم في الجنينه، دقيقة والله ما اسمع، زيك. انا عربي. لانه ده خلاص معلش، انا عربي، ها انا عربي. لا ما بعرف عربي ولا ما عربي، طيب بس لكن انت جاوبني انسان قدر مسلم سؤالي حبيبنا. وثقافاتك دقيقة ثقافات جاوبني كلها قدر سؤالي عنصريه يا اخي. اسمع، وقبليه. من القبائل الزرقاء زي ما قاعدين تسموا، واحدة واحدة، من القبائل الزرقاء في جنجويد ولا ما في؟
أشنو؟ من القبائل الزرقاء في جنجويد ولا قبائل ما في؟ الزرقاء؟ اها، في أصلاً؟ ومن القبائل العربية في جنجويد ولا ما في؟ كله فيه. الله يرضى عليك، دي انا درع وصرا. بس الجنجويد ده عندهم قائد ولا ما عندهم قائد؟ ما عنده ما عندهم قائد؟ الغايب. طيب غايب؟ المساجد عندهم. نسيت الجنجويد موسى هلال وحميدتي. اجيب درع اسمعك؟ لا، انا اشكرك جدا وراوغتك راوغتك حتى جبتها، بس انا داير اسمع لك كلمه الجنجويد هنا اسمع لها بس. تحياتنا. شوف انا قال الزول ده الا درجته من قبائلنا فيه ولا ما في؟ لا، من العرب في جنجويد ولا ما في؟ لا، كلمه عرب جنجويد دي ابا. الا من قبائلنا فيه ولا ما في؟ في جنجويد. طيب من حتى يا دوب، يا الله يا الله، شفت اللور في الطين، البابور في الطين، يا الله حتى قال من القبائل العربيه في جنجويد. امسك ده، امسك البل هنا، امسك البل، انا بدأ بوريك البل بعد. تعرف البل، البل اللي الله خلقه. اصبر لي بس، انا كنت ادرك في اللايف لكن انت حركت روحي بعد، انا بحرك روحي. اصبر لي بس، اصبر لي، انا بنجمك هنا لانه انت ما تعرفني، انا دبيب بلوكوس. كويس، اصبر لي بس، تتنجم. تعرف الزول ده منو؟ دقيقة بهنا، دقيقة. تعرف الزول ده منو؟ الزول ده منو تعرفه؟ ده نصر الدين عبد الباري. نصر الدين، اردم الجنجويد، ردمك الحم انت ذاتك، اردم لنا الجنجويد يا نصر الدين. أزمة الدولة السودانية، اقترح الكلام ده وقاله بصورة واضحة، يعني اتكلم فيها فيما يتعلق بمسؤولية الجنجويد. قبل ما اتكلم بصورة سريعة عن مسؤوليتهم، في نقطة مهمة جدا الناس لازم يركزوا فيها. الجنجويد ما مشكلة الدولة السودانية، الجنجويد مظهر من مظاهر أزمة الدولة السودانية. بس قول واحد، قول واحد، نخش لك في الثاني. انت مش داير تسمع كلمة الجنجويد دي، حركات طبعا ما داير، ما داير تسمعها صح؟ بس هتسمعها انت يعني. طيب هتسمعها، انا في حلقومك، انا قاعد لك في حلقومك تسمعها. ده من وزير العدلي قبل كده سمعته، لما واحد في لايف سمعته قال طوالي طلع لايف قال لازم الراجل ده يقتل، اقرب عسكري قال يديه طلقه. ده نصر الدين عبد الباري ذاته قال لك جنجويد. الكلام ده في المانيا انا قال. طيب اسمع عديل في القنوات العالميه ذات، اسمع اسمع في حلقومك، حلقومك تسمع يا جنجويد يا رباط، تسمع عديل، تسمع سمعان. دقيقة يا جماعة، 5 دقائق. خمسة دقائق يا جماعة، 5 دقائق، 5 دقائق، 5 دقائق يا جماعة، 5 دقائق، 5 دقائق يا جماعة. في ليبيا، في ليبيا هنا قاعدين، هنا في ليبيا. كويس، تحياتنا والله، تسلم والله، تسلم على الشير وصبركم معانا. طيب صبركم معانا، والله ابد يا اخي ابد. انت عارف مرات مرات كده، مرات كده، انت عارف ما بيزبط، ما بيزبط سريع. طيب ندي زول دعوة هنا عشان شنو؟ عشان الناس ما يكونوا، ما يكلوا ويملوا. ما بيعترف لك بالجريمة. وصلت الجزمة على صور من مدينة هون، أكبر مدن منطقة الجفرة وسط ليبيا، وتظهر هذه الصور عددا من المرتزقة، مرتزقة فصائل الجنجويد السودانية الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وهم خارج معسكراتهم يتجولون في الشارع العام للمدينة مدججين بالأسلحة الخفيفة. وأظهرت الصور نفسها مسلحين مرتزقة من الجنجويد، وهم يستقلون سيارات على متنها أسلحة رشاشة ومدافع مضادة للطائرات في محيط منطقة سكنية ومطاعم ومحلات تجارية في المدينة. سمعتها ولا سمعك؟ لا، تاني
حصلت الجزيرة على صور من مدينة هون أكبر مدن منطقة الجفرة وسط ليبيا، وتظهر هذه الصور عددا من المرتزقة، مرتزقة فصائل الجنجويد السودانية الدائمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وهم خارج معسكراتهم يتجول. بس أسمعك لا تاني هرجومك دي قاعدة، ودي الأزمة بتاع الدولة السودانية، وده نصر الدين عبد الباري ده قاعد معاك جوا ادو طلقه، عشان نعرف انه ده ادو طلقه ده. اوي ده المرتزقه يا دول، مرتزقه لا دين لهم لا اخلاق لهم، لازم تفهم الكلام ده، اعرف الكلام ده كويس. ما 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 تفرفر ساكت. طيب ندي دعوه هنا. ما في صوت قال لي فوق فل. السلام عليك يا عم كسلة، يا مرحبا. السلام، كيف صحتك وامورك؟ الحمد لله والله، يديك العافيه، تسلم يعني. والله انا صراحه انا بهيج يا والله يا احمد، واصلا ما قد تقصر والله نهائي وتتكلم حقائق، وانا بشكرك. تحياتنا والله، تسلم. يديك العافية. وطبعا والله صراحة يعني جنجويد ده أصلا نين عندنا، جنجويد ده هو من عرب، بس نعم عرب جنجويد من 2003 نزونا واكتسبونا وعملوا فينا أي شيء، أي زول بارز الليلة ما يجي يقول لنا يا أخي ديل القبيلة الزرقاء، بيقول لنا قبيلة الزرقاء ديل بيقول لنا جنجويد و كلام الفارق، نينا ما جنجويد اصلا، ما جنجويد عندنا ناس شاركوا، لكن عندنا ناس شاركوا كويس. صح عندنا عندنا وين 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 عندنا ناس حاليا كده يعني في دارفور، ما عندنا ناس زرقاء ديل مجارمه، ولا بمشوا بنهبوا، ولا بمشوا بيكتسبوا كلام زي ده، ما عندنا كلام زي ده، ما عندنا طريق. انا بقصد كلامي ده، بقصد لك من التعسيس، يعني من التعسيس وعلى راسهم، يعني هم 80% عندنا 20% ولا ده، انا ما طبعا يعني خمنت تخمين من راسي. ولا ده انا ما طبعا سلم معادلات من راسي. ايوه سلم معادلات. ايوه صح. وهسه لما 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 تقول لهم الناس زرقاء ده جنجويد، هم بيرتاحوا يعني شديد، بيرتاحوا شديد يعني خلاص، توالي انه خلاص انه يعني زرقاء زادوا فيها جنجويد وكلام زي ده، هم زادوا كده انه شنو، هم بس ما جنجويد يعني. كويس. وهسي ناس 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 لانه ناس اللي بيقول لنا ناس زرقاء افارق انينا اصلا ما نفهمه، اول تباري انينا لو نفهمه ده ما حالتنا يعني. هسي دارفور ده في زول عزلو، في دارفور بتاعنا في زول عزلو يقول لك ده زغاوي ولا فوراوي ولا تنجراوي ولا مسلاتي ولا تعماوي، ما كل الناس نزونا واختزبونا وعملوا فينا اي شيء، ما في حاجه قالوها، ده كله كلام ده حصل فينا يعني. كويس. والليله ده كله الناس كله ينسوا، يقول لنا ده 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 مشاغل قبليه، بيقولوا مع مساليد وعرب. مساليد وعرب كيف يعني؟ شنو مساليد وعرب؟ في زول هسه بعزله بيقول لهم في جنينه ده عزلهم، في ناس عزلهم خلوه، ما عزلهم خلوه طبعا صح؟ نعم كلهم ساقونا يعني، ساقونا سويا. نعم كويس. وشوف ونينا اصلا ما ندنقروا، ما ندنقروا لو اذا كان مساليد ولا مين اصلا انا مسلاتي. كويس. انا مسلاتي هو من الجنينه. كويس. ونين اصلا ولا خايفين الموت. كويس. ولا اي حاجه، ما في حاجه بيقول له تعيش سلمي ولا كلام الفارق، ما في حاجه كلام زي ده، بيقتلونا وبيغتصبونا فينا ويقول لنا تعيش سلمي، ما في كلام زي ده يا زول. تعيش سلمي ما خليه ينتهوا هذه كده، خليه ينتهوا بشروط، بشروط ينحل الدعم السريع والمناجم، ينحل الدعم السريع والمناجم. ايوه صح. نعم معناتك بيكون في تعيش صح، لكن انه يعني يعني يعني, يعني, يعني اصلا الشروط ما بتنفع معهم. اول تبادل شروط هم عايزين الدوله السودانيه، شروط ده في تنفيذ يا اسمك، شروط ده في تنفيذ، ما في دوله بعدين انت بتشارك في الدوله، في دوله بعدين انت بتشارك في الدوله. اتكلم انت لانه صوتك، ايوه صح. تليفون كام شويه
يلا يلا حسي حسي الدولة السودانية هم ما سجنوا ما سجن إدارة كله كويس أي شيء هم ما سجن شبكة حبيبنا في بعد يكون في حكومة أورد التعايش السلمي ده برابجي ما بالقانون بس التعايش السلمي الآن في أوروبا محمي بالقانون ما تقول الأوروبيين ده ما دارين والله أوروبي واحد تلقاه راكب في المواصلات نغرته هنا قرفان لكن ما في طريقة لأن الشرطة هنا قانون قوي فرفر يقول لي أنت زعلان من منو جوا ما بيفرزوا دول القانون ده بفصل بين أي زول لكن الدولة أسهل محلولة ساكت ما في أي حاجة طيب بعد يفكوا الدعم السريع ها يفكوا شتتوا جد والزول الجاي يرفع بوجته ويرجع مهل جاب موضوع بعدك انتهى سرتك من نسوري مه مسرك من نسوري مه بالليمو بنيوريمو ببي من نسوري مه عادي من نسوري مه بالليمو بنسوري مه بنيوريمو مسرك من نسوري مه سرتك من نسوري مه ببي من نسوري مه بالليمو بنيوريمو ويا برمي بورند مي مارند مي موسولا لانجرو روز كنو نوري نيكا روكش كرنوكا دي ماري يكا وي امبوسي مسرق مني نصوري مي قطي مني با امبوسي سرتك من نسوري مه مسرك من نسوري مه بالليمو بنيوري مه قبي من نسوري مه عادي من نسوري مه بالليمو بنسوري مه بنيوري مه مسرك من نسوري مه سرتك من نسوري مه قبي من نسوري مه بالليمو بنيوري مه مارندو مي مندت كتيمبو سونامبو مارندو مي ميمر كتيمبو سونامبو كبي مني بيني مني مني لو مني مدسيند سرتك من نسوري مه مسرك من نسوري مه بالليمو بنيوري مه كبي مني نسوري مه عادي من نسوري مه بالليمو بنسوري مه بنيوري مه مسرك من نسوري مه سرتك من نسوري مه كبي مني نسوري مه بالليمو بنيوري مه ويا برمي بورند مي مارند مي موسولا داندرو روز كنو نوري نيكا دروغاي دروغا ودي ماري يكا وي امبوسي مسرك مني مسوري مي كبي مني بيا امبوسي هنا الدعوة أنا أديتك الدعوة لكن أنا بتضبط معك الساعة خمسة إلا تسعة دقائق يا جماعة في ناس قاعدة يطلب دعوة هلا ما في إضافة طيب إضافة هنا يا جماعة طبعا اللايفات بنغيرها بعد رمضان رمضان ده بنغير التايم بعد الزمن بنغيره هنا برضو أبا يزبط معه تحياتنا كتير وتسلموا وشكرا لكم تحياتنا والله أنا ما أعرف الدعوة أبا تشغل معي يا جماعة طيب ما في هنا دعوة تحياتنا يا جماعة تسلموا كثير وشكرا لكم وعليه قدام وزي ما قلت نختم بموسى هلال موسى هلال ده يا جماعة ها يطلع شنو هو قال شيخ قال لا شيخ شفت لكم شيخ يا جماعة بيمشي عديل ها كأنه رئيس وزراء
بزور زيارة عالمية وبمشي في السجاج أحمر شيخ، ولو شيخ أن إحنا عندنا فرش وعندنا سلاطين. شوف المجرمين والقتلة ذي، أنت بتمشي في سجاج أحمر عليك كتير. شوف الكلام ده، الناس ده طلع من السجن اتفقوا والله العظيم ما تعقوا القرص، انت كده كده دريم صحاب من الأرض. الله جد ما في زول يجي يقول لي قال الله الشغلة دي بيعطوه أخوك بينحلها، ما بينحلها ما بينحلها والله. والله تمسك خشب، تمسك خشب جد. تحياتنا والله، تسلموا كثير، شكرا. طيب هنا انا ما اعرف الليله الدعوه دي اعرف كلكم. دعوه ابا معي والله يا جماعه، الناس اللي قدموا دعوه انا من قبل بحاول. ابد 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 معي كله كله. تحياتنا والله يا جماعه، تحياتنا، تسلموا، شكرا لكم، تحياتنا، تحياتنا. وداعي الداعي ابد معي والله، ابد معي ابد الدعوة الليلة خالص، ما اعرف من شنو، من الانترنت، من الحصري.